نرحب بالإخوة جميعا إن شاء الله. فقرة المبدعين هذه فقرة السنة الماضية يعني استخدمناها وكانت جميلة جدا، ويعني هي استضافة لشاب أو يافع من شباب الإسلام، نشأ في الإسلام ونشأ من حفاظ القرآن الكريم أو من المنشدين أو من المبدعين أو من الموهوبين أو من له يعني شأن أو موهبة أو مهارة من المهارات. فنعم هكذا في اتصال ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفك سيدنا؟ يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله حياكم الله، أهلا وسهلا بالسيد ياسر ابن عبد الرحمن خلاف، يا أهلا وسهلا. طيب في البداية خليني أنا أعرف تعريف وأذكر الإخوة بأننا في السنة الماضية إذا تذكرون في أول يوم من رمضان استضفنا هذا الشاب اليافع وأنشد لنا أنشودة في رمضان، واليوم جاء الطلب من خلال رسائل على الخاص: أين فقرة المبدعين؟ نريد أن نلتقي بالمبدعين ونسمع منهم، فلذلك نستضيفه اليوم. فحياك الله يا سيد ياسر، كيف حالك؟ والله الحمد لله بألف خير، انتو كيفكم سيدنا؟ شو أخباركم؟ والله مشتاقين لك واشتقنا لك واشتقنا لهذه الطلة، وصوتك حاليا عن السنة الماضية يعني. الله يبارك فيكم. حياكم الله وسلمك الله. اليوم إن شاء الله ستكون ليلتنا جميلة جدا، لكن في البداية نريد أن يعني نبدأ بالقرآن الكريم لنسمع منك آيات من كتاب الله عز وجل وتتحفنا في هذه الليلة المباركة. تمام. هلا اول شيء في عنا الشيخ محمد الغزالي. نعم. بسم الله توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك. نعم نعم زدنا. هلا رح اقرا بصوت الشيخ محمد ايوب. يا سلام يا سلام. نعم. بالله من الشيطان الرجيم. سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ما شاء الله، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، ما شاء الله. نعم نعم. أنا الشيخ المنشاوي. يا سلام. سورة الفتح. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين آمين آمين. طيب الآن لا تخبرنا لمن ستقرأ، لا تخبرنا، خلينا إحنا والجمهور نعرف لمن ستقرأ. أنت اقرأ، اقرأ أنت من عندك، وبعدين إحنا حنعرف لمن، يعني الجمهور سيعرف لمن قرأته. ماشي، نعم، خليك على راحتك. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. ما شاء الله ما شاء الله. ها هنا يعني معنا أحد الإخوة أيضا اسمه السيد أمين، وهو خبير ما شاء الله في المقامات الصوتية، أعجبه صوتك وقال يعني شيء جميل جدا. لحظة قليلة نعدل في الصوت. ما شاء الله تبارك الله. هذه المواهب اللطيفة عند شبابنا وعند هذا الجيل الناشئ، عندما يقلد كتاب الله سبحانه وتعالى ويقلد القراء ويعيش مع القراء، فكخطوة أولى هذا يجره ويشده إلى القرآن الكريم. نعم، إن شاء الله يكون أحسن الآن. نعم، تفضل. نحن نعم تمتعون، نحن نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح عليك. طيب، هل يمكن أنه نأخذ استراحة قليلا ثم نعود نسمع منك أنشودة، لأنه صوتك جميل ما شاء الله، ولابد أن نسمع أنشودة ثم نعود نختم بالقرآن، آخر شيء نختم بالقرآن إن شاء الله. لكن قبل ذلك أريد أن أسألك، أو يعني لسان حاضر، لسانه الإخوة المستمعين يسألون، أنت كشاب كيف تقضي يومك في رمضان؟ أنت كشاب كيف تقضي يومك في رمضان في إسطنبول؟ أنت في إسطنبول الآن. نعم تفضل. اولا استيقظ على وقت السحور، بتوضى، بعدين بصلي، بعدين بصلي ركعتين تهجد، لان الوالد كثير كان، لان الوالد كثير حريص على انه نصلي صلاه التهجد. بعدين بسحر من تحت يدين الوالد الله يخلينا اياها. من بعدها بنصلي صلاه الفجر جماعه مع الوالد، لانه عنا حظر بسبب كورونا، مشان هيك بنصلي احنا بالبيت. بنقرأ الورد، لأنه هذا كثير شيء أساسي، وطبعا مع الدعاء لازم بعد ما نختم بالورد لازم يكون في دعاء مناجاة لله سبحانه وتعالى. نعم. ثاني يوم بروح على المدرسة، ولما برجع بصلي صلاة الظهر، أوقات بصليها بالمدرسة أوقات بصليها بالبيت. بعد ما بخلص العلم والدراسة بنتقل للقرآن الكريم، أحيانا بقرأ جزء أو جزئين من القرآن الكريم. ما شاء الله ما شاء الله. تمام. بعدين تبدأ محطة خاصة جدا وجميلة جدا، وهي تلبية حوائج الوالدة عشان الطبخ. يا سلام يا سلام، جميل. وهي حوائج مثل التمر الهندي، الجلاب، العرقسوس، تعرفوا برمضان في أكلات جميلة جدا. طبعا طبعا ما شاء الله، ومعروفين يعني أهل الشام في التفنن في الموائد الرمضانية، ما شاء الله تبارك الله. نعم نعم أيوة. تمام. من بعدها ببلش وقت الفطور. اولا ماما الله يجزيها الخير بتساوي لنا تمر وشوربه، هي ما قبل الصلاه، اول ما بيأذن بناكل تمر بعدين نشرب شوربه. من بعدها بنصلي صلاه المغرب، ثم نفطر الافطار الجميل الاساس. يا سلام يا سلام. من بعدها بنصلي صلاه العشاء والتراويح، وبنجلس جلسه جميله مع الوالد، وهي جلسه وعظ.
يا سلام يا سلام، هنيئا وهيك لكم. بكون خلص نهاري اليوم. ما شاء الله ما شاء الله، شيء جميل شيء جميل. ويعني مسلسلات ما مسلسلات ما أدري إيش كذا، هذا ما حكيت لنا عنها. تمام، بصراحة احنا هالرمضان يعني عاملين انه مثل ما عاملين حظر كمان لكورونا، احنا كمان عاملين حظر المسلسلات والشغلات هاي. الله أكبر. فبنحضر مثلا مثل سواعد الإيخاء واسم القرآن، عم نحضر أشياء علمية، أحمد مثلا مثل أحمد بن حنبل، يا سلام عم نحضر أشياء دينية أكثر ما نحضر مسلسلات أو هيك. يا سلام وما ما يعني ما أصلا عم نحضر مسلسلات أبدا. يا سلام عليك، يا سلام عليك. والله هذه كلمة جوهرية جدا، إنه مثل ما عاملين حظر. يعني هذا شيء جميل، حظر على المحرمات، حظر على المسلسلات، حظر على الموسيقى، نعم حظر على كل الشياطين، تصفد الشياطين ويصفد كل شيء معها. والله هنيئا هنيئا لك بهذا الأب، كم هو فرح بك الآن وهو يستمع إلى كلامك وإلى عباراتك وإلى حوارك، وأيضا كم الوالدة ستكون مرتاحة أيضا ومسرورة، وجدك أيضا كم سيكون مسرورا. فتحية للوالدين وللجد وللعم أيضا وللأقارب جميعا إن شاء الله، وللأعمام جميعا إن شاء الله. ما شاء الله. نعم، هل تريد أن تضيف شيئا؟ نعم، ويجب علينا أن نشحن قلوبنا مثل ما نحن عم نشحن الهواتف. يا سلام، نشحنها بالإيمان بهالوقت الحالي، لأنه نحن هلأ بشهر رمضان، شهر الغفران، شهر الرحمة. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا ما دمنا وصلنا إلى رمضان، فكيف تحيي رمضان بصوتك الجميل وبأناشيدك التي سمعناها في السنة الماضية؟ نريد هكذا نسمع أنشودة عن رمضان، فنحن بشوق. تفضل. تأمر أمر سيدنا. حياكم الله. حيروح كورونا ويجي رمضان، تجمعنا سفرة باسم النال، نفتح مساجدنا ونصلي يا رب. حيروح كورونا ويجي رمضان، آه يا حلو يا مسليني، يا شهر الصوم تفديني، جينا نهنيكم ونردد يا رب. حيروح كورونا ويجي رمضان. يا سلام يا سلام، اللهم يا رب أذهب كورونا واجعلنا نعيش رمضان مع القرآن ومع أهل القرآن ومع أهل الإيمان. جميل جميل جدا. أيضا زدنا إن كان هناك شيء عندك عن رمضان، فنحن سعداء جدا في هذه الليالي الحلوة، ونحن متمتعين جدا بصوتك الجميل. نعم إن شاء الله في دوامكم. يلا نقوم قوم الليل ونقول يا ليالي رمضان تعالي، يا ليالي تعالي، شوقنا من قبل سنة، شوقنا من قبل سنة، وليلة القدر منية منية، خير من ألف شهر يا ليلة، خير من ألف شهر يا ليلة، خير من ألف شهر يا ليلة. وليلة القدر هو لعمري الليلة، زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله. اللهم يا رب إنا نسألك أن تمن علينا بليلة القدر في هذا الشهر، وأن تمن علينا بأن نكون من أهل القرآن ومع أهل القرآن يا رب العالمين. والله يعني كان المقرر 10 دقائق، ولكن مضت 10 دقائق وربع ساعة والوقت يمضي، وما شاء الله يعني الجمهور يعني مسرور جدا جدا. بالمناسبة يعني كان أغلق نعم جدد بالمناسبة يعني أخونا ياسر وحبيبنا ياسر له قناة على اليوتيوب أيضا، لمن أحب أن يتمتع بصوته فيمكنك أن تتابع معه. فيعني يمكن أن هكذا، مو عندك قناة في اليوتيوب يا سيد ياسر؟ لا زالت فعالة القناة؟ نعم إن شاء الله مفعل.
جميل جدا. إن شاء الله إذن الإخوة سيضعون الرابط، أو من يعرف الرابط من الإخوة معنا المعلقين يضعوا الرابط إن شاء الله لمن يحب أن يسجل في قناتك ويشترك فيها ويشجع هذه القناة لهذا الصوت الناشئ الجميل الطيب الذي أسأل الله عز وجل أن يوظف في طاعة الله، وأن يوظف في القرآن الكريم، وأن يوظف في الإنشاد الهادف الذي يقرب القلوب من رب العباد ويرقق القلوب. طيب والله الوقت أنا صراحة بتمنى إنه الله يسخر صوتي لخدمة الأمة الإسلامية والدين الحنيف. يا رب يا رب يا رب، نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك، ما شاء الله تبارك الله. طيب تفضل، ماذا تريد أن تقول؟ إيه، في عندي أنشود النبي عليه الصلاة والسلام، تقوله؟ إيه والله، إيه نعم، تفضل. صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه، يا قاصد لما تصلوا أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه، قل له يا خير الأنام عبيدك واقف بالباب خايف عتاب، تكرم تعظم بنظرة إليك، أمانة سلم لي عليك، صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليك، يا قاصد لما تصلوا أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. صلى الله وسلم وبارك عليه، ما شاء الله عليه، ما شاء الله، كل ما طولنا شوي عم نسمع شيء أحلى وأحلى، وما شاء الله. يعني هون في عندنا صاحب صوت جميل أمين بيقول أيضا، يونس الراوي يقول أنا غرت، وأمين بن عمر وهذا يعني ما شاء الله صاحب صوت جميل أيضا يقول وأنا أيضا انقهرت. لا يا حبيبنا يا أمين، جهز حالك وإن شاء الله نستمع إليك في إحدى الفقرات. والأخ يونس أيضا، طبعا نحن نستمع لمن هم دون العشرين، حتى ما يعني دون العشرين للشباب اليافع، فإن كنتم دون العشرين نعم فإن شاء الله نتواصل مع يعني بقية الإخوة، ومن عرف يعني شباب ذوي مهارات سواء كان في الخطابة أو في الكلام أو في الحديث فإن شاء الله يعني نستضيفهم. ياسر والله الجلسة معك حلوة والجلسة جميلة جدا، ويعني ما بيودنا أن ننهي، ولكن ماذا تقول كنصيحة للشباب في نهاية هذا اللقاء؟ بصراحة أولا أنا بحب أن يكون الشباب، لا شوفوا حتى الأم إجت بالنغم، يعني ما شاء الله لو فكرتك راح تقول أنشودة، ما شاء الله النغم يعني أخذ معك يعني فطلعت كمان يعني على السلم الموسيقي، ما شاء الله تبارك الله. نعم يعني هلا أنا مجمع ذرات، مسلطن يعني مسلطن هلا. تفضل. أولا الحفاظ على الطاعة وخصوصا الصلوات الخمس مع النوافل. نعم نعم. ثانيا يجب على الشباب الحفاظ على الأذكار الصباحية والمسائية. يا سلام يا سلام. ثلاثة وهي الأهم، صحبة الناجحين أمثالكم في حياتهم وخصوصا العلماء والمربين. ممتاز ما شاء الله، شكرا. رابعا الحفاظ على التحصيل العلمي والتفوق لخدمة هذه الأمة الإسلامية. يا سلام، رائع رائع. خامسا وهي الأهم، بر الوالدين والإبداع في رضاهما ومنهما باب للجنة. يا سلام يا سلام يا سلام، هكذا انتهيت. الله يفتح عليك، أنت ابتديت الآن ما انتهيت، هذه خطة رائعة جدا، 6 أشياء ونصائح جميلة جدا من هذا الشاب اليافع الذي مثلك يا شيخ ياسر. الآن كثير من الشباب يستمعون الآن إلى هذا اللقاء، فأسأل الله عز وجل أن يكون سببا في هداية الشباب وعودتهم إلى الخير، وأن يأخذوا هذه الأشياء الخمسة والستة التي ذكرتها ويكتبوها. يا ليت الإخوة الذين سمعوها يلخصونها الآن في التعليقات ويكتبونها حتى نستفيد منها إن شاء الله. شكرا 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 كثير كثير سيد ياسر، بارك الله فيك، سعدنا سعدنا بك، وإن شاء الله يعني تتكرر اللقاءات. نعم بس في
عندي انا بس هيك فقره صغيره حاب بس اسمعكم اياها، ايه تفضل تفضل. وهي تقليد الاصوات. ايه طيب يلا معك دقيقة تفضل. تمام تمام وهي جي بي اس. تمام. نعم تفضل تفضل. على كل اتجاه نحو اليسار باتجاه قلب حذرة، اتجه نحو اليمين بعد 300 متر، انعطف نحو اليسار، لقد وصلت إلى وجهتك. ما شاء الله جميل والله، مواهب متعددة ما شاء الله تبارك الله، ووصلنا إلى وجهتنا، ونسأل الله عز وجل أن يوجهنا إليه يا رب. شكرا كثير على هذا اللطف وهذا المهارة الجميلة جدا، وجزاك الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله، أتحفتنا. والله الله يجزيكم الخير، ومن جد كانت مقابلة جميلة جدا مع حضرتكم. حياكم الله حياكم الله، أهلا وسهلا، سلمكم الله وحياكم الله، ولا تنسونا من الدعاء، وشكرا لك، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. حقيقة يعني لقاء جميل وحلو، ويعني ما شاء الله تعليقاتكم، كل تعليق يحتاج إلى تعليق، ماذا أقول؟ يعني لو عملنا حلقة خاصة فقط للتعليقات، فيعني سبحان الله. الحقيقة كنت أفكر بشيء، أنا كنت نويت أن آخذ مهندسنا أبو حبيب ونروح على بيت السيد ياسر، ويعزمنا على فطور ونفطر عنده هنيك، يعني بمعية والده وأسرته، وتكون زيارة بيتية، ولكن كورونا يعني هي التي ربما تحظرنا، فهناك اللقاء يعني يحدثنا أكثر، ويعني يكون هناك شيء لقاء أسري، فاللقاء يقال أسري ولا أسري، ليس أسري، أسري نسبة إلى الأسرة، فيعني هذا اللقاء الأسري يأسر القلوب إن شاء الله، ولعله يفتح آفاقا لتقارب النفوس وتقارب الأخلاقيات، وتأثر الشباب بالقدوة، لأن الشباب يحتاجون إلى القدوة، فما أجملها من قدوة. في ختام لقائنا هذا اليوم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله مع السيرة النبوية وتهذيب السيرة للإمام النووي رحمة الله عليه في المجلس الثالث إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ولا تنسون من الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز للمستغفرين، أستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.